الإيجابية لها أوجه عديدة، ولكن التحلي بصفة الإيجابية مهمة جداً. في بعض الأشخاص بيشوفوا الإيجابية أنها تدعي، أنك تدعي أنك إيجابي، لأنه في كثير من العوامل الموجودة حواليك لازم تكون تتأثر في بعض الأحيان أنه أنت مش إيجابي، أنك أنت خايف، أنك أنت زعلان. ولكن في رؤية تانية بيجي بيحكي لك لا، لازم واحد يضل يتحلى بالإيجابية بالرغم أي ظرف موجود حواليه. لأنه إذا صار معك ظرف وأنت طالع من البيت، مثلاً بنشر عجل السيارة أو العجلة نامت، خلينا نحكي خلص طول النهار أنا نسم بدني مش عم بعرف أتحرك في حياتي، خلص العجلة نامت، بنشر العجل، خلص فكه وزبطه وانطلق لحياتك. ما تخلي أنه السلبية اللي بتصير بحياتك تأخذ إيجابيتك، لأنه في كثير سلبية موجودة حوالينا، مرات أشخاص ترى على فكرة سلبيين حوالينا ولازم نتخلص منهم. لا عارفة كمان يا كافي، أنا بتفق جدا معاكي، اللي هو فكرة إنه يحصل حاجة في اليوم فكلنا نقول اليوم شكله يعني باظ، مش مفروض ده يبقى موجود. صح. طبعا. بس كمان في ناس بتسحب منك الطاقة الإيجابية، والناس دول بيضايقوا، تيجي مثلا مصاصي الطاقة حتى لو عندنا يعني عارف إزاي، اللي هو مشاكل، الجو كان وحش والطريق كان صعب وانا ما نمتش طول الليل، ما فيش ولا جمله من الجمل تديكي طاقه ايجابيه. والعكس صحيح، يجي حد مثلا زي احمد يقول والله وانا جاي من المطار الطريق كان حلو والسواق اللي كنت معايا كان لطيف ولما مش عارفه اكلت ايه يعني في الاوتيل ومش عارفه الجو، لقيت قريت مقاله لذيذه، فهتلاقي ان انت قاعده تسمعي منه حاجات ايجابيه شحنك بالطاقه الايجابيه. بعدين هو احمد دائما بيطلع منه حلو، دائما والله. انتم طبعا مرات يعني تخجلون بكلامكم حقيقه، يمكن اللي تذكروه كلش موضوع كله، بس ده قدام الكاميرا بس قدام الكاميرا الكاميرا لا بس احمد رائع. لا طبعا انتم نفسياتكم اللي مميزه حقيقه، واحد ما يقدر يقول لكم كلام غير الكلام الحلو، لان نفسياتكم طيبه وحلوه وجميله وابتسامتكم اللي 24، وانتم الطاقه الايجابيه اللي دائما بالبرنامج المحرك والدينامو. اكو موضوع ذكرته كلش مهم، عارف بعض الناس اذا يقرا الطالع مالته الطالع سيء بحيث اليوم ما تشوفي، يقول بين اليوم سيء انتهى خلاص خلصت الحياه. مؤمنين بقضيه الفنجان، قرا الفنجان مالته، واحد قرا له قرأت الفنجان والكف، يلا بين اليوم طريقك مسدود 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 يعني نهاره يقول انتهى، هاي القلب باب مغلقه قدامه ما راح يقدر يمشي. حقيقه لازم اكو اشياء نتخلص من عندها، اقول يوم حلو يومي جميل رغم ما انا اخلق الاشياء الايجابيه. صح. ممكن تعرف شو انا بحس انه مش غلط ومش عيب، والصح انه احنا نخاف ونتعب ونقلق ونشعر في لحظه انه الحياه وقفت وانتهت وانه مش قادرين نكمل، لكن الصح انه نستفيد من هاد الطاقه السلبيه اللي وقعنا فيها، لانه الحياه يسر وعسر. صح. نستفيد بأقصى صح. ما لدينا بأنه إحنا نشعر بأنه الخير جاي، وأنه وراء كل ظلام نور، وأنه كل تجربة سيئة مررنا فيها هي درس علشان يكون المستقبل أفضل وعشان تكون حياتنا أجمل. مش غلط أنه إحنا نمر بصعوبات في الحياة، الغلط أنه نضل عالقين في هاي الصعوبات، نشوف الصعوبات وتصير نهاية العالم. علشان هيك أحكي لكم شغلة مهمة، انه انتوا الواحد ممكن بيضحكوا علينا البعض، الواحد لازم يحكي مع حاله بكلمات ايجابيه. صح. ما يجلد ذاته. نحن بتعرفوا ايش في مرات المشاكل بتصير عند الشباب، انه بيجلد ذاته، سقف توقعاته كثير عالي وبيحكي مع حاله بسلبي. بتعرفي كاثي كمان كثير مهم هذا الشيء، نقطة مهمة انه احنا نشعر انه احنا نستحق. يعني معلش يعني الحياه ما رح توقف، كل الاشخاص العظماء في العالم وقعوا في أسوأ ما يمكن، لكن أساس الحياة أنه نشعر أنه إحنا نستحق كل الخير اللي ممكن يجينا لما حتى يحصل حاجة. ولو عارفة لما يحصل حاجة يعني بيقولوا علماء الاجتماع تعدي 1 2 3 4 10 وتاخدي نفس كده عميق وتكملي. طبعا إحنا بنقول الكلام ده عشان إحنا الحمد لله الحمد مش مشكلة، بس هي التجربة الحقيقية أنك تخرج من الطاقة السلبية. صح. لما تبقى كده وتعدي ده، انت لازم تعدي عشان انت انا راح اساعدكم الى طاقه ايجابيه عظيمه مثل ما ذكرتوها.